السؤال بيقول: فضيلة الشيخ، هل هناك علامات تدل على أن العبد قد أدرك درجة التقوى فيستمر على طريق على هذه الطريق، أم هي درجة لا يعلمها إلا الله؟ كلها علامات بلا شك. من تعرف من نفسه أنه سير على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على هذا الدين، من تعرف من نفسه ذلك وأنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه مجتهد في طاعة الله وترك محارمه وفي كسب الحلال، فليعلم أنه من أهل التقوى في هذه الحال، وليشكر الله وليسأله الثبات على دينه. ومتى عرف أن عنده شيئا من التقصير كأكل بعض الحرام، كتناوله بعض الربا، كغش في المعاملة، كذب في المعاملة، يمين كاذبة، قطيعة رحم، غير هذا من وجوه المعاصي، فليعلم أن هذا التقوى وأن هذا الإيمان ناقص وأنه يحتاج إلى ترقيع، فليحرص على الترقيع بالتوبة والاستغفار وترك ما يخالف أمر الله.